أبدأ مع دكتور ديفيد، في اعتقادك ما الذي تتوقعه في إدارة ترامب في التعامل مع الميليشيات الحوثية؟ ترامب صنفها إرهابيا، بايدن شالها في ولايته الأولى، رفعها عن التصنيف ثم أعاد تصنيفها مرة أخرى كتنظيم إرهابي. ترامب في اعتقادك ما الذي يمكن أن يفعله؟ لن يتردد أبدا الرئيس ترامب من ضرب الحوثيين اللي بضرب أكبر بكثير مما نراه اليوم، والتشدد بالمعاملة معهم ليس فقط بإبقائهم كمصنفين كمجموعة إرهابية، وهم مجموعة إرهابية ما في حكي يعني الموضوع، ولكن أيضا بحصارهم ماليا وحصارهم اقتصاديا. ولكن يجب أن لا نرى الموضوع الحوثي كأنه فقط موضوع الحوثي أو موضوع في اليمن، فهو موضوع متشعب وجزء لا يتجزأ من الموضوع الإيراني بالمنطقة. الحوثيين، أنا بسمي حزب الله وحماس في لبنان وفي غزة مرتزقة عند الإيرانيين، وكذلك الحوثيين هم مرتزقة عند الإيرانيين، يستعملونهم لمصالحهم الإيرانية. لذلك إذا كان هنالك من أي حل للموضوع الإيراني مع الإدارة الأمريكية الجديدة، سيكون ذلك من ضمنه الموضوع الحوثي. وإذا لم يكن هنالك حل للمشروع الإيراني مع الإدارة الأمريكية، ستكون الضربة أقوى على الحوثيين كما هي ستكون على الإيرانيين. يعني إن توصل ترامب إلى صيغة تفاهمات مع إيران لن يفعل شيء مع الحوثيين، ولكن إن تعقدت الأمور بين ترامب وبين الإيرانيين في عدم الوصول لاتفاق نووي على سبيل المثال، سيكون هناك ضغط على الحوثيين. هذا ما فهمته منك دكتور ديفيد. يفعل أستاذ محمود، ولكن ليس بنفس الوتيرة أو بنفس الضربة. ما حيعامل الحوثيين كعامل مستقل عن الموضوع الإيراني، سيتعامل معهم عسكريا كما يتعامل معهم البنتاغون اليوم، ولكن الموضوع متشعب وأكبر، وسيكونون جزء من الموضوع الإيراني وليس مستقلين عن الموضوع الإيراني. لكن ميليشيات الحوثية دكتور ديفيد لها شقان، شق متعلق في أزمة اليمن وشق متعلق في أزمة العالم عبر الممر المائي الكبير في البحر الأحمر، والاثنين مختلفين، في مبعوث أمريكي في مبعوث أممي لأزمة اليمن. لكن في البحر الأحمر بايدن وضع قوات عسكرية وبريطانية، أيضا بريطانيون وضعوا يهاجمون الحوثيين. هنا السؤال عن القوات العسكرية الموجودة في البحر الأحمر في ظل عهدة ترامب، وانت عارف الرجل بيبحث دائما عن تخفيض التكلفة، هيسحبها ولا يزود قواته في البحر الأحمر؟ لا، مش هيسحبها أبدا، هيزودها. هو بيقول ما بدي حرب، ولكن هو بيقول إذا اضطريت للحرب أنا رح أضرب بقبضة حديدية وبقبضة من فولاذ. لذلك لن يسحبها. ومع العلم أنه ترامب دائما يتكلم عن الكلفة المالية، ولكنه يعرف تماما أنه الكلفة المالية من سحب هذه القوات بالنسبة للتجارة العالمية والتأثير على الاقتصاد العالمي هو أكبر بكثير من الكلفة المادية العسكرية إذا بقيت قواتنا هنالك وقامت بلجم الإرهاب. اليوم الاقتصاد العالمي أستاذ محمود متشعب جدا ومرتبط ببعضه جدا. إذا بتسكر المضيق وبتضرب الملاحة اللي مرأة من هنيك، سيكون التأثير ليس فقط إقليمي بل عالمي، وبظرف أيام. يعني ما بننسى من شهرين بأمريكا كان عندنا سبلاي تشين، التمديدات للحاجات اليومية بالبيوت، إن كان رز ولا إن كان سكر ولا كان، انضربت فقط بمجرد بعض المناوشات بالمضيق. لذلك ما فيك اليوم اقتصاديا أن ترفع هذا الاقتصاد من المرحلة العسكرية. لذلك مع العلم أنه يوفر، حيوفر طبعا أكثر بالضرب عسكريا من أنه ينسحب، لأنه الاقتصاد سيتأثر.